إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مرحلة كبار السن والأمراض التي يعانون منها. أمراض الشيخوخة. من المعروف أن الإنسان عندما يمر في كل مرحلة من مراحل عمره يكون لهذه المرحلة مهام يتوجب القيام بها. قد أسهم علم الاجتماع وعلم النفس في فهم الكثير عن النفس البشرية وما تمر به في كل مرحلة من مراحل العمر وفي كل مجتمع أيضا. وعندما نتحدث عن الشيخوخة فإننا نتحدث عن مرحلة من العمر يصعب تحديدها بالأرقام، وإن كان لفظ المسن يطلق عادة على من يعني تجاوز عمر 65 من العمر. طبعا هذه المرحلة من العمر يكون المرء فيها قد جمع من الخبرات والتجارب في حياته الشيء الكثير، وهو يقف على أعتاب فترة الانحدار البدني أو الفكري أو كلاهما مع بعض. أيضا أنه ينظر إلى العقود الستة التي خلفها وراءه ويقوم أما يعني يكون واعيا مدركا أو بدون وعي واحدة منهم. أيضا بتقييم هذه الفترة الزمنية الطويلة وما قدم فيها لنفسه ومن بعد أيضا من ذرية مثلا أو حتى للجنس البشري بشكل عام. قد يكون الرضا بالتالي يعني والراحة النفسية والارتياح، وقد يكون عدم راضي على هذا الفترة. وأيضا وبالتالي هذه الفترة تعاني من الانهيار البدني بسبب الأمراض النفسية والاكتئاب والقلق ونحو ذلك من الأمراض الكثيرة. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد من السعودي الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.